سألتنا Parseval's theorem for power signals. قلنا يعني نظرية الباور. قلنا إحنا الباور مالت ال periodic signal، الباور مالت ال periodic signal نقدر نطلعها أما من ال time domain وأما من ال frequency domain. شلون أطلعها من ال time domain؟ راح آخذ ال x of t مالتي اللي هي ال periodic signal، أربعها وأكاملها خلال بيريود كاملة، يعني فترة كاملة، وأقسم على التي، يعني على البيريود الكاملة. هاي شلون أطلعها من التايم دومين؟ يعني إذا أريد أطلع الباور من التايم دومين، من التايم دومين. إذا أريد أطلعها من الفريكونسي دومين، شلون أطلعها؟ الباور حساوي لنا سميشن، إحنا مو الإكس أوف تي اللي هي بيريودك راح اطلع لها فورير سيريز. كنا من نطلع فورير سيريز يعني الاكس اوف تي مالتي دا اعرف الفريكونسي كومبوننت مالتها، يعني دا اروح للفريكونسي دومين. فمن اطلع الفورير سيريز مالتها راح اطلع السي ان اللي هو الكومبلكس كوفيشنت يعني مالت الفورير سيريز. فاني من اطلع السي ان راح اجيبه واخذ له ماجنتيود تربيع for n يساوي ناقص infinity إلى infinity. يعني أخذ السي ان، يعني أخذ السي مثلا بالn صفر مثلا، أربعه بس الماجنيتود أربعه، زائد السي بالn واحد وهمين أربعه. طبعا أكيد إذا أكو بالواحد أكو بالناقص واحد همين تربعوا. إذا نشوف إيش قد أكو component، يعني مو شرط كل الn، نشوف إيش قد أكو n ونجمعهم وتطلع لنا الباور بالفريكونسي دومين. فبارسيفال يعني اثبت انه الباور طبعا يعني قلنا بالتايم دومين هي نفسها بالفريكونسي دومين، نفسها بالفريكونسي دومين، يعني هذه الباور المفروض تساوي لنا هذه الباور. هسه راح ناخذ سؤال ونطلع الباور بالتايم دومين بالفريكونسي دومين. عندنا هسه الاكزامبل مالتنا اكس اوف تي تساوي 2 ساين 100 تي. نريد نجي نطلع الباور مالتها بالتايم دومين. اقول الباور تساوي لنا 1 على البيريود اللي هي تي، راح اكامل من ناقص تي على 2 الى تي على 2. اخذ الاكس اوف تي مالتي اللي هي 2 ساين 100 تي، أربعها دي تي وتساوي لنا. طبعا هاي الاثنين حتتربع حتصير أربعة، حطلعها برا التكامل. حيصير عندي ناقص تكامل من ناقص تي على اثنين إلى تي على اثنين، حيصير عندي ساين تربيع مية تي دي تي. هذه الساين تربيع راح أكتبها بقانون مالت الدوال المثلثية. الساين تربيع هي واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية. يعني احنا عندنا قانون اللي هو ساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص كوساين اثنين ثيتا على اثنين. ها عندكم قانون مالت الساين تربيع نكتبه بدلالة الكوساين بس ضعف الزاوية، هاي بالدوال المثلثية. فأني بدل ساين تربيع راح أعوض واحد ناقص كوساين 200 تي، راح تصير كلها دي تي. وطبعا على اثنين عندي هنا على اثنين. هسه هاي الاثنين حطلعها، فصار عندي أربعة على اثنين تي تكامل من ناقص تي على اثنين. أجزئ التكامل حصير عندي واحد دي تي ناقص تكامل من ناقص تي على اثنين إلى تي على اثنين كوساين 200 تي دي تي، ويساوي لي اثنين على تي. أكامل هذا شو راح يصير؟ أدي تي من ناقص تي على اثنين إلى تي على اثنين ناقصا هذا التكامل. تكامل الكوساين هو شنو؟ ساين 200 تي على
200 من ناقص تي على 2 إلى تي على 2. ويساوي 2 على تي. هنا ايش حيصير عندي؟ تي على 2 ناقص تي على 2 ناقصا. هنا ايش حيصير عندي؟ ساين 200 في تي على 2 على 200 ناقصا ساين ناقص 200 تي على 2 كم على 200. عندكم ملاحظة مهمة أنه ساين ناقصا ثيتا هو شنو هو؟ هو ناقصا ساين ثيتا. هاي هم عندكم، يعني ساين ناقص ثيتا هو ناقص ساين ثيتا، ويساوي 2 على تي. هذا راح نجمع، ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي 2 تي على 2 2 تي على 2 ناقصة. نجي على هذا، ايش عندي؟ عندي ساين 200 تي على 2 على 200 ناقص. هسه هذا اللي هو ساين سالب الزاوية حيصير سالب ساين 200 تي على 2. فعندكم هذه السالب ويا السالب حصير موجب هنا، فيصير عندكم ساين 200 تي على 2 على 200، هنا ساين 200 تي على 2 على 200. هاي حتختصر، حيصير عندكم تي ماينص، هنا عندكم 2 على تي، ويساوي 2 على تي، تي ماينص، هذول حينجمعون، راح يصير عندكم 2 ساين 200 تي على 2 على 200. نجي، هسه أريد أعرف التي مالتي شقد، شلون أعرف التي؟ أروح على السؤال الأصلي. هذا السؤال الأصلي، هذه شو تمثل عندنا؟ شو تمثل هذه 100؟ تمثل أوميجا. الأوميجا. مثل الأوميجا. أي أوميجا. يعني الأوميجا مالتي أطلعها منين من السؤال؟ الأوميجا مالتي أطلعها من السؤال اللي هي حتكون 100. الأوميجا. أي هاي الأوميجا شو السالفة؟ هسه الأوميجا مالتي هي 100. هذه الأوميجا شو تساوي لي؟ تساوي لي 2 باي اف، وتساوي 2 باي على تي. يعني 100 تساوي 2 باي على تي. 100 تساوي 2 باي على تي، نطلع منها التي مالتي. يعني التي هيساوي 2 باي على 5 على 100 العفو، ويساوي لي باي على 50. عرفت شلون طلعته؟ الاوميجا عند السؤال، هذا الاوميجا هو باي اف، هو واحد طلعته. زين، على هذا المقطع هو ساين 2 2 عوض ساين 2. جزء السماعه مشكله بيها. زين، فهسه هنا انا هعوض التي مالتي اللي هو باي على 50. من راح اختصر هذا حيصير عندي ساين 2 باي، وساين ال 2 باي ايش قد؟ دكتوره باي على 50 مو باي على 100. اي مو اكو 2 هنا، مو هاي الاثنين، هاي الاثنين، هاي الاثنين. يعني باو ساين اي. زين، فراح يطلع ساين 2 باي صفر، فاذا هذا الحد كله راح يصير صفر. شو يبقى لكم بالباور؟ حيصير عندكم 2، هاي تختصر الباور تطلع لكم 2. هسه طلعنا الباور من التان دوميان، طلعت 2. عرفتوا شلون طلعت 2؟ هذا شو اسمه. هسه راح نطلعها منين؟ نطلعها من الفريكونسي دوميان. شلون نطلعها من الفريكونسي دوميان؟ الاكس اوف تي مالتي ناطين اياها بالسؤال هي 2 ساين 100 تي يساوي، اكتب الساين بدلاله الاكسبوننشال اللي هو اكسبوننشال جي 100 تي.
ناقص exponential ناقصا جي 100 تي على 2 جي. راح أكتب الساين بدلالة الـ exponential. طبعا نفس الحال ممكن أنا أجيب لكم كوساين، هو نفس الحال، تحلوه بالتايم دومين وتحلوه بالفريكونسي دومين، يعني الطريقة مالته نفسه. راح نختصر هاي الاثنين، ايش راح يبقى عندنا؟ exponential j 100 t ناقص exponential ناقصا j 100 t على j. هذا j اريد اصعده، اذا اصعده طبعا هو مشترك، اصعده ووزعه. ال j اذا كان بالمقام ويصعد اشارته تتغير، راح يصير عندكم يعني ناقصا بربع j. لا يعني هذا يعني مش يعني اي كان ما نضربهم بالمرافق، عافية. أنا أقول يعني أنا بالنسبة لي أعتبره يعني هيجي أنتوا بعد، هو كأنما صح تضرب بالمرافق، يعني أنا أعتبره هيجي عندي واحد على جي إكسبونينشال جي مية تي ناقص واحد على جي إكسبونينشال ناقص جي مية تي، هيجي أعتبره أنا عندي مشترك. هو هذا هو بالمقام، إذا أرد صعد للبسط بس تتغير إشارته هيجي السن. هنا هو ناقص ويصعد يصير ناقص يصير زائد، اي جي اكسبونينشال ناقصا جي 100 تي. هسه هذه الاكس اوف تي كتبتها بصيغه الاكسبونينشال، زين اني ماخذه الفوريير سيريز مالتي هي عباره عن سميشن سي ان اكسبونينشال جي ان اوميجا نوت تي، ان من ناقص انفينيتي تو انفينيتي، هذا قانون الفوريير سيريز اللي اخذته اني. شو اسوي؟ اجي هذا افتحه، شلون افتحه؟ يعني اقول اذا عوض الان خلينا نقول صفر، مو يصير عندي سي زيرو ويصير هنا عندي واحد، هاي اكسبونينشال زيرو يصير واحد، اعوض الان واحد يصير عندي سي 1 اكسبونينشال جي اوميجا نوت تي، اعوض سي ناقص واحد اكسبونينشال ناقصا جي اوميجا نوت تي، اعوض سي 2 راح يصير عندي شنو؟ exponential j 2 omega naught t، ومن هنا c ناقص 2 exponential ناقصا j omega naught t. يعني هاي السميشن اذا تجون تفتحوها راح يطلع عندكم component اللي هو c0 بالنص، وحيطلع منها c1 منها c ناقص 1 c2 c ناقص 2، والexponential انعوضت بس الn، هنا حيصير exponential j omega not، هنا ناقصا j omega not. شو راح اسوي؟ هذا اللي انا فتحته راح اقارنه ويا هذا اللي عندي، اقارنه اشوف منو عندي اني. زين الاوميجا نوت مالتي ايش قد بالسؤال؟ ايش قد الاوميجا نوت مالتي بالسؤال؟ انا مطلعتها من البدايه، ايش قد الاوميجا نوت؟ 100 100 الاوميجا نوت. يعني شنو قصدي؟ قصدي هذا هو أوميجا نوت، هذا هو أوميجا نوت، يعني ما مضروب في N 2 أو 3، يعني هاي هنا معناته الـ N شقيد؟ واحد. يعني هذا معناته، هذا معناته شي يمثل؟ هذا يمثل لي C 1، وهذا شي يمثل لي؟ C ناقص 1. عرفت شون عرفت؟ شون عرفت؟ أقارنه بهذا بقى طلاب، هاي المعادلة تقارنوها بهاي المعادلة، شوفوا هاي هذا هذا المن يشبه؟ يشبه هذا صح؟ هذا يشبه هذا exponential j omega not t، هاي الأوميجا not اللي هي 100. فإذا هذا الحد اللي هنا هو c1، هذا هو c1، يعني استنتج أنه c1 هو ناقصا j. إذا هذا الحد شو يصير؟ حيصير سي ناقصا 1 اللي هو مالت العكس جي، وانتم تعرفون السي 1 والسي ناقص 1 هما واحد كونجيجيت للثاني. عرفتوا شلون طلعت السي 1 والسي ناقص 1؟ يعني الاكس اوف تي مالتي بيها بس هاي التو كومبوننت، السي 1 والسي ناقص 1 بس، ما بيها السي 0 ولا البقيه. هسه من عرفت ال C1 وال C ناقص 1 أقول الباور مالتي بالفريكونسي دومين هي شنية؟ هي سميشن للماجنيتود CN اللي عندي تربيع من ناقص انفينيتي تو انفينيتي. فشنو عندي آني؟ عندي C1 ماجنيتود تربيع زائد C ناقص 1 ماجنيتود تربيع.
هذا السي واحد، اخذوا له الماجنتيود ايش قد يطلع؟ واحد. واحد، وهذا السي ناقص واحد واحد، يطلع اثنين. اذا طلعت الباور بالفريكونسي دومين نفس الباور بالتايم دومين. العفو دكتوره، يعني انباع على الاكسبونينشال مالتنا الاس اذا يعني مو عافية. جايبه راح نقارنه. اي زين، اذا مو جاب يعني حنقارنه بهذا. بس شنو تنتبه؟ تنتبه على الاوميجا نوت الاصليه بالسؤال. يعني هسه هاي مثلا 100، لو جتي 200 هاي ايش تعني اذا 200 صارت هنا؟ يعني مضروبة باثنين. هاي معناتها ام السي 2 معناتها. يعني احنا ننتبه على السؤال، يعني بالضبط هاي تفتحوها وتقارنوها ويا اللي عندكم بالسؤال. اذا جبت لكم كوساين حتكتبون القانون مالت الاكسبوننشال مالت الكوساين، وراح تشوفون شنو الكومبوننت الجاي والناقصه الجاي نفس الطريقه. هسه اكو سؤال على الباور، هاي الباور بالتايم دومين بالفريكونسي دومين تكون متساوية. هاي نظرية البارسيفال ثيرم. راح أحلل لكم مثال على الكومبلكس اكسبونينشال فوريير سيريز، وهذا الهوم وورك انتم تحلوه. اكو هوم وورك ثلاثة اللي هو بيه سؤالين، بس انا راح احل سؤال يعني ما موجود هنا على الكومبلكس اكسبونينشال فوريير سيريز. هسه نجي عندي هذه الاكس اوف تي، هذه الاكس اوف تي الرسم مالتها هذا. هاي سوتوس بس يعني بالمقلوبي مالتها الميل يختلف. يعني هذه القيم مالتها هنا واحد، وهنا أنا عندي نص، وهنا عندي ناقص واحد، هنا عندي ناقص نص، هنا عندي واحد، وهكذا. زين، هذه أريد أجدلها الفوريير سيريز بطريقة الكومبلكس اكسبونينشال فوريير سيريز. شلون حطلعها؟ اول شيء يقولوا لي ايش قد البيريود مالتي. يلا ايش قد البيريود؟ واحد 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 واحد. باعوا هذا البيريود هاي الى ان تتكرر، او تاخذوها من ناقص نص الى نص. ام صحيح باعوا مو صحيح، من ناقص نص الى نص حصير واحد، او من الصفر للواحد حصير واحد. اذا التي مالتي واحد، ايش قد الاوميجا نوت؟ 2 باي على تي تطلع 2 باي. المعادله مالتي ما موجوده، لازم انا اطلع المعادله. شلون اطلعها؟ ميل ونقطه. هاي النقطه شقد؟ صفر واحد. هاي النقطه صفر واحد. شقد؟ وهاي النقطه شقد؟ ناقص واحد بسالب لا واحد. واحد. اي واحد بسالب واحد صح، واحد بسالب واحد. نجي نطلع الميل، الميل حيطلع واحد ناقص سالب واحد على صفر ناقص واحد، يطلع لي ناقص اثنين. هذا الميل. معادلة أجي الخط أخذ المستقيم. أي معادلة خط مستقيم، حاخذ واي هذه أخذ ناقص هذه النقطة واحد ناقص واحد عفوا ناقص يساوي ناقص اثنين في اكس ناقص قص صفر. اثنين واي يساوي واي ناقص يساوي اثنين اكس زائد واحد، زائد واحد اللي هي ناقص اثنين تي زائد واحد، ويساوي واحد ناقص اثنين تي. هاي طلعت المعادلة مالتي، او بمعنى الاكس تي مالتي. هاي الاكس تي مالتي طلعتها. هسه اجي اطلع السي ان مالتي. السي ان قانونه واحد على البيريود اكامل، بيريود كاملة x of t e to ناقص j n omega not t dt. اجي اعوض ال t مال t هي واحد عفية كامل من صفر الى واحد، الواحد المعادلة x of مال t t هي واحد عفية ناقص j n ال omega not هي 2 pi 2 pi n t dt.
راح أوزع التكامل من صفر إلى واحد. طبعا هذا راح أوزع يعني تكامل ناقص اثنين ناقص اثنين تكامل t exponential h. أكو سؤال هنا طلاب، بس هذا شوف هذا مو إشارة ماينس، وزعت الإكسبونيشال عليهم على هذا وعلى هذا، صار عندي تكاملين هسه. هذا ينحل باليو دي في وهذا ينحل بالإكسبونيشال مالته، يساوي تكامل الإكسبونيشال هو نفسه على مشتقة الأس من صفر إلى واحد، أي ناقصا نجي على هذا. على صفحة شو نسوي؟ نحط ال t وال exponential، هذا نشتقه واحد، هذا كامل نفسه على minus j 2 pi n، هذا بعدين نشتقه يصير صفر، هذا هيسم نفسه على زائد j تربيع 4 pi تربيع n تربيع، يعني تكاملوا مرتين راح تجون تضربون بهالشكل، هذا هذا ينضرب بهذا، هذا ينضرب بهذا، هنا الإشارة زائد هنا الإشارة ماينس. فأجي يعني بدل هذا التكامل مال ال U D V راح أحط، راح أحط T T في exponential ناقص J 2 pi N T على ناقص J 2 pi N، وهنا أنا عندي ناقص باعوا هذا جي تربيع، شنو إشارته جي تربيع شو يصير؟ سالب سالب، فسالب سالب في السالب حيصير عندكم موجب، هنا عرفتوا ليش صار موجب سالب في السالب؟ لأنه هذا جي تربيع سالب واحد وعندكم سالب مثل الآي، مثل الآي تربيع عدد أي. أي فصار عندكم هنا إكسبونيشال ناقصا جي 2 باي أن تي على 4 باي تربيع ان تربيع، ويساوي بس اي هسه جي يقول ان جي صار سالب واحد، جي هو جي يساوي ان جذر سالب واحد، زين اخذ جي تربيع يعني جذر سالب واحد في جذر سالب واحد، ايش قد يطلع لك؟ مو سالب واحد؟ نفس الآية اللي أخذناه بالمرحلة الأولى ست. أي. يعني إيه طبعاً هو جذر سالب واحد ينضرب في جذر، الجذر يروح، فيصير سالب واحد. عندكم هذا الجي تكعيب راح يصير عندكم شنو؟ سالب جي مثلاً. يعني هاي ما أخذيها أنتو. زين. هسه اريد نجي نعوض الحدود مالتي ويساوي، راح اعوض exponential ناقصا j 2 pi n على minus j 2 pi n ناقصا، من اعوض الزيرو يطلع عندي واحد بالexponential، واحد على ناقصا j 2 pi n، هذا اول واحد ناقصا. هسه عندي هنا أنا اثنين، هنا راح اعوض الحدود مالتي اللي هي اول شيء واحد، فيصير عندي اثنين اكسبونيشال ناقصا جي 2 باي ان تي على ناقصا جي 2 باي ان زائدا اكسبونيشال ناقصا جي 2 باي ان لا بعدني اذا اعوض الواحد هسه انا يا هو اللي ها هذا هذا إيه؟ هذا هذا اي صار واحد لانه اكسبونيشال زيرو، زين وهنا عندي اكسبونيشال ناقصا جي 2 باي ان على 4 على 4 باي تربيع ان تربيع، زين بعدين عندي شنو ناقصا صفر زائدا exponential z راح يصير واحد على 4 باي تربيع ان تربيع هيك. ال exponential
شفته دقيقة. هادي باوع هادي متعوض exponential ناقصا j 2 باي n في صفر، يعني exponential نعم. zero نعم اللي هو نعم واحد. نعم استوعب. هسه نجي هنا أنا. راح نفتح هذولة. عندكم ناقصا بعدكم هذا الناقص وين الناقص شي يصير زائد يصير واحد. هسه عندكم واحد على j 2 باي n ناقصا exponential ناقصا j 2 باي n على j 2 باي n، وهذا حيصير عندكم ناقص بناقص حيصير زائد 2 exponential ناقصا j 2 باي n t. لا بعد ما كنت تي دقيقة تي ما موجودة على j 2 باي n، وحيصير عندي هنا ناقصا 2 exponential ناقصا j 2 باي n على 4 باي تربيع n تربيع، وناقص 1 على 4 باي تربيع n تربيع. زين عندكم هذه الاكسبونيشال ايش قد اعوضها؟ اكسبونيشال ناقصا j 2 باي n ايش قد قيمتها؟ كيف قيمتها؟ واحد ها ماشد واحد ها نعم هاي كوساين 2 باي ان ناقصا جي ساين 2 باي ان قلنا، وساين 2 باي ان هو صفر والكوساين هو واحد، يعني كل ما تشوفون اكسبونينشال ناقصا جي 2 باي ان او اكسبونينشال جي 2 باي ان شكد قيمتها؟ واحد. قيمتها واحد. فإذا عندكم هذه حصير قيمتها واحد هنا. راح أرجع أكتبها واحد على j 2 باي n ناقصا. زين هذولا مو مش شابهين طلاب؟ هذولا مش شابهين صح؟ شكد نطرحهم شكد يطلع زائد؟ يبقى واحد exponential. عافية يبقى واحد من عندهم. زين هذا راح أكتبه، هذا حيصير واحد، يعني هذا الإكسبونينشال حيصير واحد، فيصير عندي ناقص 2 على 4 باي تربيع n تربيع، ناقص 2 عندي هنا، وهنا هنا أعتقد غلطت بالإشارة هاي مال هذه بس وياي اي مو هاي عندكم ناقص وبعدين ناقص، هاي عندكم ناقص هاي ناقص وبعدين ناقص، المفروض هاي تصير زائد. هسه هاي زائد واحد على أربعة باي تربيع ان تربيع. زين ويساوي بس وياي طلاب لأنه إشارات أخاف أغلط. هسه أنا طلع لي أول شيء هذا، هذا أوكي هذا صحيح، هذا A to J 2 يمكن راح أعيد التعويض. الإكسبونينشال مو واحد اثنين، الإكسبونينشال سالب J 2 2 باي N صح صح هذا واحد عافية. ايوه يطلع عامل مشترك همينة هذني اثنينات المشابهات هذا يعني هذا صح اثنين. هذا واحد، هذا واحد يطلع عافية يطلع اثنين اثنين على جي يعني جي اثنين باي ان صحيح. اي زين وعندي هنا عندي في مكان صار بي شو اسمه فد شيء صار بي غلط اللي هو هذا، هذا لازم بي اثنين هذا هذا المفروض سالب واحد على أربعة. لا هذا المفروض بس لحظة هاي عندي هنا ناقص أي مو هاي 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 الاثنين، هاي الاثنين لازم تنضرب بهذا همينه بهذا هم يعني ناقص اثنين عندي زين أي فصار هسه هذا هذا ويا هذا راح يروح لأن هذا سالب وهذا موجب، هذا ويا هذا راح يروح، هذا سالب وهذا موجب يبقى بس هذا نعم. يعني سي ان مالتي يساوي 2
طبعا اثنين حختصرها همينه، واحد على جي، عفوا دقيقه، واحد على جي، واحد على جي باي ان، عفوا واحد على جي باي ان، واذا اريد الجي هذا اصعده لي فوق يصير ناقصا جي على باي ان، ممكن يجي اسويهم اي سالبا جي على باي ان. هسه لهنا يعني اكو سؤال، هي طبعا الاسئله كلها هيجي اكسبونينشال وتختصرون وتعوضون الى ان يطلع لكم. هسه اني اريد اعلمكم شلون ترسمون. هسه احنا طلعنا السي ان، يعني هسه اول شيء اريد الكومبلكس اكسبونينشال فورير سيريز، فبس اكتب السي ان مالتي اللي هو هذا في اكسبونينشال جي 2 باي ان تي، هذه هي الفورير سيريز مالتي. هسه اريد اجي ارسم، لما اجي اريد ارسم اول شيء السي ان مالتي لازم اخذ الماجنيتود مالته. شلون اطلع الماجنيتود مالته؟ يلا وياي، عندكم هنا بسط ومقام، عندكم بسط عندكم مقام. شنو الامبليتود مال بسط؟ شكيت قيمته الامبليتود مال بسط؟ مو تاخذون الحقيقي تربعوه زائد الخيالي تربعوه، ايش قد الحقيقي هنا؟ صفر. صفر. بس صفر خيالي. اي خيالي تاخذوه وتربعوه يصير واحد. واحد ايه. واحد. واحد. وبالمقام هو اصلا حقيقي. يعني ماكو داعي، يصير واحد على باي ان، هذا هو الماجنتيود. زين. هسه اريد اطلع السي صفر، شلون اطلع السي صفر؟ يصير عوض هنا أنا صفر؟ ما يصير عوض صفر. ما يصير. فش راح اسوي؟ احلها بهوبيتال، اشتق البسط واشتق المقام. من اشتق البسط حصير المشتقة صفر، واشتق المقام يصير يعني باي، فيطلع سي زيرو هو زيرو. السي زيرو مالتي زيرو. زين، السي واحد ايش قد يطلع؟ واحد على باي. السي اثنين واحد على اثنين باي. واحد على السي ثلاثة واحد على ثلاثة باي، وهكذا. هذا الماجنتيود. تيجي على الفيز هسه. يلا ايش قد الفيز مالتي؟ مبين طبعا. اقول لكم الجي ايش قد، تعرفون الجي ايش قد الفيز مالته من يطلع جي عندي؟ باعوا باعوا هذا الرسم. هذا هو انا من ارسم هسه اجي احط فشي كومبلكس. هذا الكومبلكس اللي احطه اللي هو الزيت، مو هو اكس زائد جي واي خلينا نقول. زين الاكس مالته وينه؟ مو هو هذا؟ هذا الاكس مالته. الواي مالته وينه؟ هياته. هذا الواي، ويطلع لي هذا الكومبلكس. زين اذا الجي هو ايش قد الزاويه مالته؟ استوعبت هذا. هذا الريل هذا الايماجيناري. 90 90 الجي، الجي 90 والناقص جي حسب ناقصا 90. عرفتوا؟ يعني اني من اشوف الجي، وانا طبعا ممكن هسه بهالطريقه، يعني انا بس اشوف جي هو 90 ناقصا جي ناقص 90. زين وممكن اطلعه بالطريقه اللي علمت لكم اياها اللي هي تان انفرس. تان انفرس للخيالي اللي هو الخيالي اللي هو سالب. يعني سالب واحد على صفر، مو تان انفرس انفينيتي ناقص انفينيتي. تان انفرس ناقص انفينيتي هو ناقص باي على اثنين. وطبعا بالمقام ماكو فيز، يعني فيز صفر بالمقام. يعني حيصير عندكم ثيتا ان تساوي تان انفرس ناقص انفينيتي ناقصا صفر، لانه بالمقام ماكو فيز، فيطلع لكم ناقص باي على اثنين. نجي نرسم هسه الرسم مالت الثيتا بسيط، اللي هو هذا ثيتا ان، تخلون هاي الان موجبه هاي الان سالبه. بالله موجب لما تكون ان موجبه الثيتا هي ناقص 90 درجه، فراح تعوضوها. يعني هسه هاي ان واحد هنا صفر هنا عندي، وهنا اثنين هنا ثلاثه هنا اربعه، هاي الثيتا حتكون ناقصا باي على اثنين. طبعا وهنا ايش حيصير؟ حتنقلب ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثه، حيصير باي اوفر 2. والسي ان الرسم مالتي هم حيكون بسيط، يقولون سي ان ماجنتيود، وهذه الان موجبه وهذه الان سالبه، وهذا الصفر. نعوض الان
مالتي اللي هي واحد اثنين ثلاثة هنا السالب مالتها، هنا طلعت لي صفر، هنا طلعت لي واحد على باي، هنا طلعت لي واحد على اثنين باي طبعا تصغر، وهنا أنا واحد على ثلاثة باي إلى آخره، نفس الشيء هنا حيكون هذا الرسم مالته. عندكم هوم ووركس خلينا نشوفها. اللي هي هذه، هاي هوم ووركات اثنين. اول شيء عندكم هذه الاكس اوف تي، عندكم هذه الاكس اوف تي. طبعا هنا ما قال لكم بيريوديك، بس قال لكم هاي العباره اللي هي اكس اوف تي زائد تي نوت يساوي اكس اوف تي، هاي العباره تعني بيريوديك، هاي معناتها بيريوديك. هاي تحلوها بطريقه الكومبلكس اكسبوننشال فوريير سيريز. هسه اكو سؤال، هسه خلصنا الفوريير سيريز طلاب، الفوريير سيريز اللي نستعملها للبيريوديك سيجنال، يعني الاشاره الدوريه اللي تكرر نفسها، اشاره دوريه تكرر نفسها، لان هسه حاخذ موضوع جديد اسمه فوريير ترانسفورم، اخذ الاشاره الغير دوريه اللي ما تكرر نفسها. شنو فائده الفوريير سيريز؟ تحول لكم الداله مالتكم بالفريكونسي دومين، يعني تعرفون هاي الداله اللي تشوفوها بالتايم دومين من وين ترددات تتكون، من شقد ترددات، شنو هاي الترددات، هي هاي فائده الفوريير سيريز. وتعلمنا نطلع الباور بالفريكونسي دومين بالاضافه الى انه بالتايم دومين. يوم هسه راح نكمل الموضوع اللي هو الفوريير ترانسفورم. هسه هاي اسمها فوريير سيريز. هسه اكو سؤال دقيقة، هسه اقراها ان شاء الله. قبل هذا احنا مو طلعنا شو اسمه، يعني انا طلعت ال سي ان هو ناقصا جي على باي ان، هذا كله سي ان، اطلع الماجنتيود مالته. سي ان ماجنتيود راح اشرحها هذه. البسط هذا خيالي، الخيال الحقيقي صفر تربيع زائد الناقص واحد تربيع تحت الجذر على هذا باي تربيع ان تربيع تحت الجذر. شو يساوي لنا؟ حيساوي لنا واحد على باي ان، واحد على باي ان. هسه هنا أنا من أريد أطلع السي زيرو، إذا أحط صفر بالمقام ما يصير عندي، يصير إنفينيتي يطلع لي. فش أسوي؟ راح أخذ ليميت أشتق البسط، أشتق البسط، مشتقة الواحد هي شنية؟ صفر. مشتقة المقام بالنسبة للآن هي باي، فيطلع لك صفر، يعني هذا السي زيرو طلع لي صفر. زين السي واحد شلون الطلعة؟ بس تعوض بالآن هنا أنا واحد، فيصير واحد على باي. السي اثنين واحد على اثنين باي، بس تعوضون بالان. ها هي هسه راح نجي على موضوع جديد اسمه فوريير ترانسفورم. فوريير ترانسفورم، الفوريير ترانسفورم اول شيء بالبدايه عندكم فد اشتقاق، هذا الاشتقاق ما مطلوب من عندكم، يعني هذا من ناني منا إلى حد لحد هنا. هذا طبعا الاشتقاق مال فوريير ترانسفورم. اشتقاقات الصوت يقطع يمكم طلاب؟ ليش هاد يقول لي الصوت يقطع؟ شوية يقطع دكتور. شو أسوي؟ والله ما أعرف شو أسوي. معلش دكتور. هسه عموما انا يعني دا اكتب ويا الكتابه ها، وبعدين حتى سمعوا لي التسجيل قصدي. يعني هسه اول شيء نجي على الفوريير ترانسفورم، قلنا موضوع جديد اسمه فوريير ترانسفورم. الفوريير ترانسفورم قلنا باشتقاق، هذا الاشتقاق ما مطلوب، يعني منا الى حد هنا أنا غير مطلوب، غير مطلوب. نجي على الفوريير ترانسفورم.
الفورير ترانسفورم شنو فائدتها؟ الفورير ترانسفورم نفس الشيء، أنا عندي فدالة بالتايم دومين وأريد أحولها للفريكونسي دومين، بس هاي الدالة ماتي نان بيريوديك، نان بيريوديك، ها كلش تنتبهون عليها، نان بيريوديك. يعني لما عندكم إشارة بيريوديك تريدون تودوها الفريكونسي دومين تشوفون الترددات لازم تسولها فورير سيريز. بس إذا عندكم إشارة نان بيريوديك يعني ما تكرر نفسها وتريدون تروحون للفريكونسي دومين أو تشوفون الكومبوننت مالتها بالفريكونسي دومين، شو تسولها؟ تسولها فورير ترانسفورم. شنو القانون مال فورير ترانسفورم؟ هذا هو القانون مال فورير ترانسفورم. القانون هو كالآتي، أنا عندي إشارة مالتي بالتايم دومين إكس أوف تي، أريد أجذلها لها فورير ترانسفورم. طبعا الرمز مال فورير ترانسفورم هو هذا إكس كابيتال، يعني إكس كبيرة أوب أوميجا. ليش أوميجا؟ لأنه أنا حروح بالفريكونسي دومين. فشلون أطلع الفورير ترانسفورم؟ راح أقول إكس كابيتال أوف أوميجا، أو عندها رمز ثاني. شنو الرمز الثاني مالتها؟ الرمز الثاني مالتها هذه الإف، هذه إف، هذه إف كبيرة أوف إكس أوف تي، يعني هذه معناتها فورير يساوي شنو القانون؟ القانون راح تاخذون الاكس اوف تي تضربوها باكسبوننشال ماينس جي اوميجا تي، تكاملوها من ناقص انفينيتي للانفينيتي، من ناقص انفينيتي للانفينيتي. شوفوا هناك بالفورير سيريز كنا نكامل بيريود، يعني فتره محدده. هسه عندنا الانفرس فورير ترانسفورم اللي هو ناقصا اف، يعني نخلي اف الاشاره مال فورير وخلي لي فوق ناقص واحد، يعني هذه انفرس فورير ترانسفورم. راح يساوينا واحد على 2 باي تكامل من ناقص انفينيتي للانفينيتي. اخذ منه، اخذ الاكس اوف اوميجا مالتي اللي انا سويتها يعني حولتها للفريكونسي دومين، اضربها باكسبوننشال جي اوميجا تي دي اوميجا. يعني ما معناته انه اني الاكس اوف تي اذا كانت بالتايم دومين راح احولها للفريكوانسي دومين، شو راح احولها؟ تصير اكس اوف اوميجا. يعني عندي هذه الاكس اوف تي بالتايم دومين تتحول للاكس اوف اوميجا، وممكن بالعكس خليت السهم من الجهتين، هنا عندي تان دومين وهنا عندي فريكونسي دومين، يعني اقدر احول الاكس اوف تي للفريكونسي دومين، واقدر احول الاكس اوف اوميجا اللي هي من الفريكونسي دومين للتان دومين. راح نجي ناخذ هسه مثال شلون نطلع الفورير ترانسفورم. او قبل المثال احنا عندنا هذه الاكس اوف اوميجا اللي حتطلع لي طبعا بالفريكونسي دومين، هذه حتطلع كومبلكس. ايش حتطلع؟ كومبلكس يعني بيها همين ماجنيتيود وبيها فيز. هذا يمثل الماجنيتيود سبيكترام وهذا يمثل الفيز سبيكترام. يعني انا ارسم رسمه، واحد مالت الماجنيتيود او الامبليتيود سبيكترام، واحد مالت الفيز اللي هو فاي اوف اوميجا. زين هسه نجي على المثال مالتنا. المثال مالتنا نعطيني هذه الاشاره اللي هي ناقص واحد للواحد وهنا واحد، هذه هي اكس اوف تي بالتايم دومين. شوفوا هاي الاكس اوف تي رسمتها مره واحده ما كررتها، يعني اذا هي شنو؟ نان بيريوديك. عفوا نان بيريوديك، هذه نان بيريوديك، نان بيريوديك. فهذه الإشارة طبعا أنا بالسؤال ما راح أقول لكم طلعوا الفورير ترانسفورم، إيش راح أقول؟ راح أقول بلوت، بلوت سبيكترام. طبعا من أقول سبيكترام، سبيكترام يعني مثل ألوان، يعني طيف، طيف يعني سبيكترام.
من اقول سبيكترام يعني لازم ارسم وين فريكونسي دومين. زين، بس انا بالسؤال ما قلت لا قلت طلعوا فورير ترانسفورم ولا قلت طلعوا فورير سيريز. انت لازم تعرف شنو ايش اطلع بهذا السؤال، تباوع الداله. اذا ما مكرره نفسها، اذا ما مكرره نفسها، اذا هي شنو نون بيريوديك، يعني شو تطلعوا لها فورير ترانسفورم، واذا مكرره نفسها تطلعوا لها فورير سيريز. فهو بالسؤال بس قايل بلوت سبيكترم مالت الجيت فانكشن. طبعا هذه الداله شكلها مثل البوابه، فشي يسميها جيت فانكشن. فلنفرض ما بطاكم الرسم بالسؤال، طلاب انتبهوا، اذا ما بطاكم الرسم بالسؤال هو مو قال لكم جيت فانكشن، هي الرسم مالتها يعني ما يجي غير الرسم، هو هذا الرسم مالتها جيت فانكشن. يعني شنو؟ يعني دالة البوابة، سميها بوابة، تشبه البوابة. شلون ترسموها؟ يعني حتى لو أنا ما أعطيكم الرسم بالسؤال، من أقول gate function راح ترسموها من ناقص واحد للواحد وارتفاعها واحد، هذه هي الـ x of t مالتي. فراح أجي أطلع السبيكترم مالتها. شلون أطلع السبيكترم مالتها؟ بما أنه هي ما مكررة نفسها، إذا هي non-periodic راح أطلع لها الفورير transform. راح اجي اكتب القانون مالتي مال فورير ترانسفورم، راح اقول x of اوميجا تساوي تكامل من ناقص انفينيتي للانفينيتي x of t e to minus j اوميجا t dt وتساوي زين. هسه هو التكامل من ناقص انفينيتي للانفينيتي، بس الداله وين موجوده؟ من ناقص واحد للواحد بس. عرفتوا الداله وين موجوده؟ من ناقص واحد للواحد بس موجودة، ما موجودة من ناقص انفينيتي لانفينيتي. فأني لازم كامل على الفترة اللي موجودة بها الدالة من ناقص واحد للواحد. إش قد قيمة x of t؟ واحد exponential ناقص j omega t dt ويساوي لنا، راح تكاملون الexponential ونعوض حدود التكامل اي تو ناقص جي اوميجا هذا مشترك لنا ناقصا اي تو ناقص ناقص جي اوميجا في ناقص واحد يعني يصير زائد اي. فراح يصير عندكم هنا راح يصير عندنا طبعا هذا الناقص حيصعد، طبعا هذا حيصعد هنا وراح يكون مشترك هنا، فهنا راح يصير عندي زائد، يعني حيصير عندي ناقصا اي تو ناقصا جي اوميجا زائدا اي تو ماينس جي زائد العفو هنا جي اوميجا على جي اوميجا. ايش راح يصير؟ راح اقدم مؤخر اقول اي تو جي اوميجا ناقصاً اي تو ناقصاً جي اوميجا على جي اوميجا. هذا شنو يطلع اذا اضربه في اثنين وقسمه على اثنين؟ ساين؟ ساين. راح اضربه في اثنين واقسم على اثنين، بس الاوميجا اطلعها لي برا، اثنين على اوميجا. راح يصير اي تو جي اوميجا ناقص اي تو ناقصاً جي اوميجا على جي اثنين. هذا كليته هو ساين. يعني هذا هذا يمثل لي ساين ساين أوميجا، فصار عندي اثنين ساين أوميجا على أوميجا. هاي منه طلعت لي إكس أوف أوميجا. شوفوا الدالة كانت بالتام دومين، طلعت لها فورير ترانسفورم، تحولت كلها أوميجا، صارت بالأوميجا. هسه أريد أجي أرسم الـ x of omega طلعت لي، هاي الـ x of omega اللي طلعت لي أجي أريد أرسمها. يعني شنو؟ يعني أريد أجي أطلع x of 0. شلون أطلع x of 0؟ لازم أحلها بهوبيتال. ليش؟ إنه إذا عوض هنا على صفر وهنا صفر حيطلع صفر على صفر، فأخذ limit omega يروح للصفر إلى 2
ساين أوميجا على أوميجا ويساوي لي تشتقون البسط وتشتقون المقام. اثنين ليميت أوميجا يروح للصفر، واشتقت البسط حيصير كوساين الأوميجا، واشتقت المقام بالنسبة للأوميجا حيصير واحد، تعوضون الليميت اثنين في واحد يطلع لكم اثنين، طلعت الاكس اوف زيرو. زين هسه قولوا لي هذه الاكس اوف اوميجا وين راح الصفر؟ هاي الاكس اوف اوميجا، هاي الاكس اوف اوميجا اللي عندكم هاي وين الصفر طلاب؟ لما اوميجا ايش قد قيمته؟ صفر. يلا الساين وين يصفر الساين؟ يصفر بس صفر ست ولا صفر باي بالباي اول شيء وسالب باي وبالتو باي وبال يعني مالتيبل اوف باي والثري باي الى اخره. فطلعنا المكانات اللي صفر بيها الساين. هسه نجي نرسم، اهم شيء تعرفون المكانات اللي صفر بيها، وهسه تقدرون تطلعون. هسه نرسم اول شيء واقول لكم، او خلي اطلع الرسم لانه واشرح لكم عليه. هسه هذا هو الرسم مالتي، طلعوا عليه. شوفوا ايش راح ارسم. اول شيء هنا انا راح ارسم اخلي اكس اوف اوميجا، يعني هذا الواي اكسس هو اكس اوف اوميجا، وهذا الاكس اكسس اخلي اوميجا، خلي اوميجا. زين طبعا اوميجا هنا خليتها ارقام صحيحه، بس هي مضروبه يعني في 2 باي كانما، بس انا اخليها ارقام صحيحه يعني 0 2 4، بس هي مضروبه لان هي اوميجا يعني معناتها شنو؟ او انا يعني من خليتها ارقام مو الا يعني خليتها معناتها راديان، هنا راديان ما خليتها يعني شو اسمه الاوميجا هي راديان هنا. زين تجون هسه بالصفر ايش قد القيمة طلعناها؟ اثنين. هاي الاثنين. زين. تجون وين صفر قلنا؟ يصفر بالزائد ناقص باي أول شيء. شوفوا هذا هو الإكس أكسس مالتي، هذا الصفر مالتي، هذا الإكس أكسس مالتي. باعوا هاي القيمة اللي صفر بيها. هاي ايش قد قيمتها؟ هاي لو طلعوها يعني هنا هي باي بالحقيقة. الباي اللي هي 3.14. مكتوبة هي هسه كاتب لكم الاكس مالتها 3.14. زين وهنا هاي ناقص 3.14، يعني هذا معناته بالباي صفر، بالباي وبالناقص باي. بعدين وين يصفر؟ هنا اللي هي 2 باي يصير. طبعا ال 2 باي يعني 3.14 في 2 يصير 6 وشويه، صفر هنا. وبعدين حيصفر هنا اللي هي بال 3 باي اللي هي 9 وشويه. فعرفتوا المكانات اللي صفر بيها. من تطلعون يعني الاكس اوف زيرو وتطلعون المكانات اللي صفر بيها، بس تجون توصلون بين النقاط. زين من وصلت بين النقاط هسه طلع لي هذا السبيكترم، واحنا راسمين بالفورير سيريز. شنو الفرق بين هذا الرسم والرسم بالفورير سيريز مالت هناك لما كنت ارسم الامبليتيود وهذا همين امبليتيود؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هذا شبي وذاك شبي، يعني باعوا هذا رسم العفو ست النقاط موصليها. اي موصليها يعني شنو؟ باعوا هذا الرسم. هذا شنو يعني يعني هذا شنو هذا النوع؟ هذا موجه بسكرة. عباره عن خطوط، ذاك عباره عن موجه. أي. وهذا كونتينوس. هذا كونتينوس يعني السبيكترم مالتي بالفوريير سيريز يطلع ديسكريت متقطع، بس بالفورير ترانسفورم يطلع لي كونتينوس متصل. عرفت شنو الفرق؟ هنا السبيكترم كونتينوس متصل، هناك السبيكترم ديسكريت. طبعا هذا الرسم هذا يسموه، شوفوا طلع شكله سينك. سينك اللي هي ساين، يعني شنو هو السينك؟ ساين اكس على اكس.